تحية طيبة لكم مشاهدي الأكارم في عدد جديد من برنامجكم أبعاد الذي يشرف بأعينكم ويتهادى إلى أنفسكم عبر قنوات التلفزيون الجزائري مساحة فكرية نطرح فيها قضايا المجتمع والفلسفة والدين. بين يدينا اليوم مشاهدي الأكارم موضوع أيضا فيه سجال كبير خاصة في السنوات الأخيرة يتعلق بالمرأة. جعلنا عنوان لهذه الحلقة قضايا المرأة بين رفعة النصوص وخفض الممارسات. الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه سواء كان رجلا أو امرأة وأودع في كل منهما خصائص تميزه عن الآخر، بها يتحقق التمايز من جهة ويتحقق التكامل والتعاون من جهة أخرى. الأصل في الدين هذا هو، غير أن هذا الموضوع عرف ألوانا من النقاش والأطروحات، ومع هذا النقاش حول هذا الموضوع أيضا تباينت طرق أو طرق التناول لهذا الموضوع، فمنهم من تحامل على الدين في أصله، ومنهم من تحامل على من يشتغل على نقل هذه النصوص وفهمها. ونحاول في هذه الحلقة أن نفهم هذا الموضوع من عدة جوانب. الإشكالات المتعلقة بقضايا المرأة بين رفعة النصوص وخفض الممارسات أجملها لنا قلم أبعاد الدكتور العربي قجال في هذه الإشكالية. الحديث عن أهمية المرأة في المنظور الشرعي من القضايا التي اكتسحت الخطاب الديني بعد أن تمت جرجرته إلى مساحة الشك من قبل الثقافات الداخلة، فتكررت المرافعات وتواتر الحديث عن البراءة لمن لم يكن في الأصل متهما. بل هناك من يقول لا يوجد في أساس التشريع ما يطلق عليه قضايا المرأة، ويكفي الحديث عن أهلية التكليف للجنسين وما يستتبعها من الجزاء أو العقاب دون مفاضلة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يضاف إلى ذلك مراعاة الفوارق الفردية التي تفرضها الاستعدادات الفطرية، ليس بين الرجل والمرأة فحسب، بل وبين الشيخ والصبي والمريض والمسافر والمقيم وباقي الفئات والأحوال. لكن المكاشفة تفرض الاعتراف أنه ثمة هوة كبيرة لدى بعض المسلمين بين رفعة النص وخفض الممارسة، فتأرجحت هذه المسائل بين الأعراف الراكدة والتقاليد الوافدة، وحق للميزان فيها أن يعتدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فما هي معايير الطرح الوسطي؟ وما هي رمانة القبان في الميزان؟ إذن هذه الأسئلة مشاهدي الأكارم نفككها مع ضيف برنامج أبعاد الذي نرحب به البروفيسور بدر الدين زواقة المشتغل بقضايا الفكر وأستاذ فلسفة التواصل بجامعة باتنا. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ عبد الغني، شكرا لك وشكرا للتلفزيون الجزائري على الاستضافة. العفو. ونحاول أن نتكلم عن سر الكون وهي المرأة، قضايا التي ظلمت وظلمت نفسها للأسف. نعم أستاذ، سنحاول كما قلت أن نتكلم عن هذا الموضوع الذي أكيد أنه فيه عديد النقاط وعديد الزوايا، منها المشرقة ومنها المظلمة. على كل حال أستاذ، موضوع قضايا المرأة برز للنقاش، برز للسجال، هل من داخل المنظومة الإسلامية القيمية أم يعني طرأت عليها من خارج المنظومة؟ بمعنى المسلمين كانوا رد فعل فقط. هو الأمة الإسلامية الحقيقة لم توقفت عن إنتاج المعرفة والأفكار، فأصبحت مشكلات الغرب هي مشكلاتهم،
هذه المقصد. ولهذا مشكلة المرأة لم تطرح في التاريخ الإسلامي خاصة مع النبوة، أن بالعكس أول من حرر المرأة وأعطاها قيمتها والإسلام وإلى غير ذلك. ولهذا عندما نقرأ تحرير الكتاب الرائع جدا تحرير المرأة في عصر الرسالة ندرك هذه الأبعاد المهمة جدا. وأنا أدعو المشاهد الكريم لقراءة ودراسة هذا الكتاب المهم جدا. لكن الحقيقة أن مشكلة المرأة كانت في المجتمعات الغربية، في المجتمعات التي هي خارج الدين، أو أنها الكنيسة كذلك لم تجب عن أسئلة من بينها أسئلة المرأة. ولهذا لا أريد أن أخوض كيف كان يفكر كبار المفكرين، ما هي المرأة، هل هي إنسان أو غير إنسان، هل هي شيطان إلى غير ذلك، وحاشا لأمنا أن تكون ذلك. لكن في منظومتنا القيمية الحقيقة الإسلامية هناك توجه رائع جدا للمرأة من خلال جعلها سر الكون وجمال الكون، وأنها مكلفة بالتكليف، أنها كذلك مكلفة مثلها مثل الرجل. وأشار الدكتور العربي إلى نقطة مهمة جدا، هذا التصنيف والتجزيء رجل ومرأة كلفنا الكثير. صحيح أن المرأة لها خصوصيات، مثل الطفل الصغير عنده خصوصيات، والشيخ الكبير عنده خصوصيات، والمريض عنده خصوصيات، والرجل المسافر عنده خصوصيات. لابد أن نتعامل مع المرأة ليس كأحكام شرعية ولكن كخصوصيات متعلقة بالمرأة. ولهذا هذه الخصوصيات لما بالغنا في التشريع وتشريع الأحكام، المرأة رفضت هذه الأحكام الشرعية، رفضت هذه، فأصبحت تبحث عن هويتها، ما هي هويتها، فتمردت المرأة. لما تمردت المرأة لأنها لم تكن هناك إجابات ترجعها إلى فطرتها، ترجعها كما يقول طه عبد الرحمن في كتابه الرائع الدين والحياء روح الحجاب إلى غير ذلك. ولهذا نعتقد بأن ليست لدينا كمسلمين مشكلة مع المرأة، نحن لدينا مشكلة، الغرب عندهم مشكلة مع المرأة وما زالت مشكلة. الآن الغربيون الذين حرروا المرأة وأطلقوها الآن يدعون ويشجعونها للرجوع للبيت وأخذ محور مهم جدا إلى في مؤسسات التنشئة الاجتماعية. والمسلمون الذين اضطربوا لأنهم تبعوا الغرب في كل شيء الآن يعانون من هذا التفكك الأسري الذي نعيش. وسبب ذلك هي مسألة فطرية، طبيعة المرأة تميل إلى الأمان، وطبيعة الرجل يميل إلى الإنجاز. صحيح. نعم. هذه النقطة لابد أن يفهمها وأن تفهمها أختي المشاهدة. طبيعة المرأة، فطرة المرأة مؤمنة ولا غير مؤمنة، تميل إلى الأمان، أن تكون مستأمنة في بيت أبيها، ثم مستأمنة في بيت زوجها، ثم أما إلى غير ذلك. فمن حققت الأمان أو تحقق عندها الأمان تحقق عندها الإنجاز. المرأة المعاصرة تبحث عن الإنجاز، فضاع منها الإنجاز أو ارتبكت في الإنجاز وضيعت الأمان. ولهذا تجد كثير من النساء ليضيعوا وقت كبير. أنا لا أتكلم عن النساء المحوريات في المجتمع الذي يحتاجهم المجتمع في مراكز القرار من خلال تخصصاتهم النادرة، من خلال موقعهم. أنا أتكلم عن الخروج بدون هدف. أعتقد أن المرأة الآن متقاعدة تتمنى أنها لو أنها لم تخرج أصلا من البيت. وبالمناسبة البيت ليس معناه السجن، معناها محورية مؤسسات التنشئة الاجتماعية. نعم، ولكن ومع ذلك أستاذنا أكيد أنه أيضا يوجد في تراثنا العديد من النصوص التي في بعض الأحيان يعني لويت أعناقها ووظفت أيضا لتقزيم دور المرأة، لحصر دور المرأة في مسألة معينة. في حديث الآن لا أدري، لا نريد أن ندخل في موضوعات فقهية، قضية الآن السفر بدون محرم، قضية ولاية المرأة، قضية أيضا عمل المرأة، كل هذه القضايا يوجد في تراثنا أيضا، ما ربما لا أقول يعني محسوب عليه على التراث. صحيح، مشكلة كبيرة. وأنا أذكر هنا قصة، كنت في أحد مساجد مارسيليا وكانت محاضرتي بعد محاضرة أحد الشيوخ الخليجيين للأسف. فسألته شابة تدرس في جامعة أكس بريفانس، وأكس بريفانس تبعد عن مارسيليا تقريبا بمئة أو مئتين كيلومتر. فقالت له هل يجوز لي أن أسافر مع أن فرنسا آمنة؟ نعم. وتعرف طريقة المترو وطريقة القطارات إلى غير ذلك، مسار واضح ومسار وكذا. فقال لها لا يجوز إلا بمحرم.
فهنا وقعت المفارقة. نأتي إلى بلاد الغرب الذين أسسوا لمجموعة قيم معينة ونفتيهم ببعض الفهوم الخاطئة لهذا الدين. أنا أعتقد بأن الأحكام الشرعية بدون مقاصد إنسانية هي نوع من التطرف والعنف. أعيد، الأحكام الشرعية بدون مقاصد إنسانية هي مدعاة للتطرف والعنف، مدعاة إلى أن تتمرد الطفل ويتمرد المرأة. بالمناسبة أنا أتكلم هنا عن موضوع الحقيقة، نحن نحاكي مشكلات الغرب ونريد أن نطبقها. مثلا مشكلة المراهقة، مصطلح المراهقة هو مصطلح وإن كنا نتكلم عن المرأة، ولكن اسمح لي أن أتكلم عن المراهقة. كلمة المراهقة هي مصطلح خارج الدائرة الإسلامية القيمية. متى ظهر مصطلح المراهقة؟ لما في الثورة الصناعية، لأن المجتمعات الأوروبية كانت مجتمعات فلاحية. ونذكر جدا كنا نشاهد ونحن صغار فيلما أوروبيا اسمه لابتيت ميزون دو لابريري، البيت الصغير بين المروج. تلك التماسك، يخرجون إلى الكنيسة مع بعض، يذهبون إلى الحقول مع بعض. لما ظهرت الثورة الصناعية ماذا حدث؟ المرأة خرجت للعمل، الأب أصبح يقطع مسافات عديدة من أجل العمل، فوقعت بعض السلوكات عند الأولاد فسميت عليها المراهقة إلى غير ذلك، مع أن في منظومتنا تسمى الفتوة. دائما عندما نتكلم عن ذلك السن، هو سن الإبداع، هو سن الجهاد، هو سن الإنتاج. سمعنا فتى يذكرهم إنهم فتية آمنوا بربهم. ولهذا لما نحن غيبنا المنظومة استحضار ربما قيم لا تتقاطع مع قيمنا، ولهذا نحن في رصيدنا في تراثنا الناصح أن المرأة معززة مكرمة، وأفضل النساء النماذج التي لابد أن نقتدي بها هي سيدتنا عائشة، سيدة الأعمال. صحيح. كانت سيدة الأعمال كما نقولوا احنا، يا خديجه ايضا، خديجة رضي الله. انا اتكلم على خديجه رضي الله عنها، خديجه سيدة الاعمال. بمعنى لديها تجاره، لديها تعاملات، لديها تواجد في السوق يعني، لكن في فطره معينه تريد الامان. فاختارت من يحقق لها الامان، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واصبحت تركت له هذا المجال، ولم يكن هناك صراع شكون يسلك التريسيتي وشكون يسلك الفاتورات. صحيح. كما هي موجوده في بعض المجتمعات، خاصه عندما يكون الزوجان زوجان عاملا. انا اعتقد بان موضوع خديجه يحتاج إلى فيلم، يحتاج إلى دراما، حتى تفهم المرأة المسلمة ما هي حقيقتها من خلال تمثلات وتمظهرات سيدتنا خديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها. وفي نفس السياق أستاذ، عن حقيقة النص وفهمه فهم الصحيح، هل تعتقد أنه المطبات التي قادتنا إلى أن نكتب على أشياء غير موجودة أصلا ومبنية على الفهم الخاطئ هو الذي قادنا الآن إلى الدعوة إلى تحرير المرأة والحديث عن قضايا المرأة ومحاولة، وكأننا نريد أن ننتشل المرأة من واقع أصلا هي غير موجودة فيها؟ صحيح. هو الحقيقة أن محاور القرآن الكريم، عندما نجد 200 آية من 4000 عدد الآيات، 200 آية 6% هي آيات الأحكام، الباقي ماذا أستاذ عبد الغني؟ هي قيم، هي أخلاق، هي عمران بشري، هي حضارة، هي ثقافة، هي استشراف المستقبل. للأسف لما تغولت 200 آية المتعلقة بالحلال والحرام، وأصبح ديدن المسلم قديما أو عاصحا، هو ديدن وحديثه وتعبداته حول 200 آية. ولهذا للأسف عندما نسوق الدين كأحكام، صحيح نحن لا يعقل أن نتجاوز الأحكام التشريعية في التشريع، طبعا الأحكام التكليفية أو الفقهية لا يمكن تجاوزها، صنفها علماؤنا، صنفها للمذاهب المعتمدة إلى غير ذلك. لكن لابد أن ننتقل إلى موضوع مهم جدا وهي القيم، القيم والمقاصد. قيم تتعلق بالإنسان، تتعلق بهذه المرأة. المرأة، مشكلة المرأة ظلمت من الجهتين كما الشيخ الغزالي، ظلمت من تغول هذه الأحكام وسوء فهمها، وكذلك من الأفكار الوافدة. صحيح. المجزأة التي هي مشكلات غربية ونريد أن نطبقها في هذه المسألة. أنا أقول وأعيد وأكرر، المرأة في القرآن الكريم محور مهم جدا، وأعطاها الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأحكام، وأعطاها مجموعة من المقاصد متعلقة بحياتها. إذا فعلنا القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم، أعتقد أننا نتجاوز كل هذه المشكلات. ومن بين هذه المشكلات هي مشكلة الميراث، فلسفة الميراث، لأن الميراث عنده فلسفة وفيه سياقات ثقافية واجتماعية واقتصادية متعلقة. عندما يدرس الميراث جافا، ونحن نحتاج طبعا إلى مثل محمد عمارة وجمال الدين عطية وعمر عبيد حسنة ومحمد الغزالي، إلى هذه النماذج الذين يعرضون الإسلام عرضا حقيقيا، خاصة المسلمين
مسائل متعلقة بالمرأة. نعم، فيه مسألة أيضا محكمة في هذا الموضوع بروفيسور زواقة، هي مسألة العرف الاجتماعي. نعم. عندما نريد أن نظلم المرأة في جانب معين، أن نقتصر أو نقصرها في موضوع معين، نأتي بالعرف ونلبسه لباس الدين. هل الأعراف أيضا أعرفنا في مجتمعاتنا الإسلامية؟ الكثير من الأنثروبولوجيين المعاصرين لما درسوا الأحكام الشرعية المطبقة وجدوها بأن أحكام هي عبارة عن حالة اجتماعية في الدولة الأموية والدولة العباسية نحن نمارسها. وهذا معنى التجديد. معنى التجديد أن نخرج الإسلام من السياقات الثقافية والاجتماعية والسياسية لتلك البيئة. للأسف نحن العرف أصبح محكما، ليس بالمفهوم الأصولي صحيح، العرف محكم لأنه مصدر مصادر الشريعة الإسلامية، لكن أصبح يتحكم في صيرورة الحكم الشرعي، ودخلت أهواء الناس وشبهاتهم وشهواتهم في الحكم على المرأة. مثلا نعطي مثال، وأنا دائما أعطي هذا المثال وقد يفهمه المشاهد خطأ ويقول لك أنت تشجع إلى الفاحشة. عندما يخطأ الرجل زنا يمارس الزنا، أمه تقول له راجل. عندما تخطأ المرأة خطأ بسيطا، وأنا أدعو المرأة لا تخطئ لأن المرأة شرفها، والمرأة تطرد من البيت وقد تنتحر وقد تقتل إلى غير ذلك. لماذا هذه الازدواجية؟ بالمناسبة هذه الازدواجية من عرفنا الفاسد. كثير من الناس الذين يتصدرون للشأن الإسلامي لأنهم ينطلقون من فجوات لا بد من أمثال محمد عمارة لملئها أن يسدها. نعم. نعم أستاذ، هل ترى بأنه هذه الحركات النسوية الآن التي تظهر عبر العالم وأصبحت الآن في الأوطان العربية موجودة، النسوية العربية، النسوية التونسية كذا، هل ترى أنها بريئة في عمقها أم أن المرأة المسلمة أيضا فيه مراكز بحث، فيه اشتغال على استهدافها أستاذ؟ أم أنه دائما أنا لا أؤمن بالمؤامرة. أنا لا أؤمن بالمؤامرة. أنا أؤمن بالتدافع. إذا لم تكن لنا إجابات حقيقية عن واقع المرأة، ما زال بعض الخطباء والمتصدرين للدعوة يقولون أن المرأة تسافر بمحرم، ما زال بعض الناس وأن يقولوا صوتها عورة. هذه الأمور التي تطرح وتطرح في كلياتنا، تدرس في جامعاتنا، تلقى في مساجدنا التي تصرف عليها الدولة الجزائرية، أنا أعتقد، أنا لا أؤمن ولا أعرف نيتهم، سينطلقون. إذا كانت مؤامرة حقيقية حق لهم أن يستغلوا هذه الفجوات ويستثمروا فيها. نحن نحتاج بداية إلى مفكرين مثل محمد عمارة، إلى الشيخ محمد الغزالي، إلى مثلا إلى طه عبد الرحمن في دين الحياة، أن الدكتور سعيد بويزري أيضا يكتب في هذا الموضوع. نعم، في هذا المجال لعرض الإسلام، لعرض الإسلام. وبالمناسبة هناك كثير من الصادقين عندما يتعرضون على قيمة المرأة في الإسلام طبعا سيسلمون وسيتعرفون بأن المرأة مكرمة مبجلة في ديننا. وكالعادة دائما في برنامج أبعاد نحيل المشاهد الكريم لمجموعة من الكتب والعناوين لمن يريد أن يتوسع في الموضوع وأن يحاول أن يمسكه من أطرافه. إذن إلى ركن فهرست. نعم، إذن كانت هذه مجموعة من الكتب أعيد تذكير بها أستاذنا ثم نعلق عليها جملة واحدة. تحرير المرأة بين الغرب والإسلام، الدكتور محمد عمارة، حقائق وشبهات حول مكانة المرأة في الإسلام، المرأة في الإسلام، للشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، سيد بنطاوي وأحمد عامر هاشم، قضايا المرأة بين التقليد، بين التقاليد الراكدة والوافدة، وعديد المواضيع كما قلنا. الدكتور سعيد بويزري أيضا له كتابات وإسهامات، شيخنا الفاضل أيضا
فيما يتعلق بالمرأة في الإسلام والتشريع القانوني والحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية للكاتب محمد بن شاكر الشريف. صحيح. كل هذه الكتب أستاذ مهمة جداً. هذه الكتب مهمة جداً وتفكك المسألة. ولكن أهم كتاب على الإطلاق لأن الكتاب أهميته في المشروع المتكامل بالضبط. وفي وقته هو لعبد الحليم أبو شقة تحرير المرأة في عصر الرسالة، 6 مجلدات متكاملة، أنه مشروع متكامل الحقيقة. وقد تناوله الشيخ القرضاوي الحقيقة بالنقد وبالتعليق، وكتاب مهم جداً. والذي أميل إليه الآن وأنا كتبت تغريدة قبل ما ندخل الحصة أن أفضل ما كتب هو مالك بن نبي رحمه الله. صحيح. مالك بن نبي لما خرج ذهب إلى دمشق استقبلناه النساء دمشق أو يسمى سيدات دمشق، يعني سيدات، وكان في النادي الطلبة الجزائريين الذي هدية من الرئيس هواري بومدين للطلبة الجزائريين، كانت محاضرات مسجلة وهي الآن طبعت ككتاب اسمه مجالس دمشق. من بين الكلام وأنا أدعو النساء المرأة الجزائرية أن تسمعوا، يقول زي المرأة يدل على وظيفتها. صحيح. زي المرأة يدل على وظيفتها. أنا عندما أرى فتاة في الشارع عندما ترى شكلها هي تدل على وظيفتها، ماذا تريد في هذه الدنيا. أنا لا أقول لك تحجبي أو لا تتحجبي، الحجاب فرض قد لا تقتنعي به، ولكن زيك حياؤك وظيفتك في المجتمع. ولهذا عندما نجد المرأة التي تبالغ في الماك أب وتبالغ في, 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 في جمالها وتبالغ في كذا، ما هي الوظيفة التي تريدها؟ نحن بالعكس نحن ندعو المرأة أن تتزين، لديها خصوصيات حدود الزينة لا أريد أن أخوض فيها السادة الفقهاء يخوضون، لكن وظيفتها. ثم يقول كلام مالك بن نبي رائع جدا وانطلق منه في شروط النهضة، يقول إياكم أن تطالبوا بالحقوق ولا تقوموا بالواجبات. وتكلم عن المجتمعات التي تكثر فيها النقابات، المطالبة حق المرأة حق العمال، قال لك المجتمعات التي تكثر فيها المطالب مجتمعات متخلفة. صح. ويقول لهم كلمة رائعة، انتقلنا من محور الحقوق إلى محور الواجبات. أنا أسأل الآن المرأة الجزائرية، المرأة الجزائرية من حيث الحقوق عندها حقوق ربما غير موجودة في السويد. البرلمان السابق كان ثلث النساء، كان ثلث البرلمان. أنا أسأل، لها الحق في العمل، لها الحق في التدريس، لها الحق في كل شيء، ولها الحق كذلك حق إضافي امتيازي في البرلمان. هي 30. أنا أسأل المرأة، عندك كل الحقوق، هل أنت مرتاحة؟ إذن أنت واجبك هو أن تنتقلي من دائرة الحقوق إلى دائرة الواجبات، البحث عن الوظيفة والرسالة والمظلومية، الخروج من فكرة المظلومية، ظلمني الرجل ظلمني المجتمع، وأن تقوم بدورها. المرأة التي تقوم بدورها ووظيفتها أعتقد هي مكرمة، وهي مقصد القرآن الكريم في سورة النساء وفي سورة مريم. بارك الله فيك أستاذ بهذه الرسائل القوية التي أرسلتها، بها نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أبعاد، وتناولنا فيه قضايا المرأة بين رفعة النصوص وخفض الممارسات. نشكرك ونلتقي إن شاء الله في مناسبات أخرى حتى نحاول أن نفكك هذه المواضيع الكبرى التي لازالت موجودة في فضاءتنا للنقاش. شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. مشاهدي الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من أبعاد، نترككم اليوم على خير ونلقاكم إن شاء الله في قابل الأيام على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.